الجمعية البريطانية العمانية أقامت حفلاً في لندن ضمن برامجها الرامية إلى تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. الحفل حضره سعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة المتحدة، ومعالي السيد جيمس كليفرلي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، الذي ثمن الجهود العمانية المبذولة لدعم العلاقات بين البلدين. لقد عدت قريبا من رحلة إلى مسقط والدقم، والعمانيون أصحاب ضيافة رائعة على كافة المستويات، فلقد حظيت باستقبال كان أكثر من رائع ويعكس طول العلاقات العميقة بين المملكة المتحدة وسلطنة عمان على كافة المستويات الرسمية والشعبية. العلاقة في موقف جيد جدا، ولكن واجبنا الآن توطيد العلاقات وتطلع للعمل مع أصدقائي في عمان. الحضور ناقشوا خلال الحفل عدد من القضايا الدولية الراهنة، منها تطورات جائحة كورونا حول العالم وجهود البلدين في التصدي لها والحد من تداعياتها على الاقتصاد والمجتمع. العلاقات العمانية البريطانية طبعا في ذروتها الآن، وفي تواصل كبير بين المؤسسات الحكومية العاملة في بريطانيا والسلطنة، وآخرها طبعا مثل ما ذكر معالي الوزير زيارته الأخيرة إلى السلطنة، والتي تم فيها مناقشة الكثير من المواضيع وكذلك العديد من اللقاءات ومباحثة الكثير من الأمور الثنائية بين البلدين. إنه من الرائع أن نعود ونجلس معا بعد فترة طويلة، فعلاقة البلدين وطيدة جدا، وأعتقد أن الجميع متحمس للجلوس سويا، والجميع يتحدث حول المستقبل. فلدينا قمة المناخ في غلاسغو، وهناك العديد من الفرص الممتازة بين البلدين في مجال الطاقة والتكنولوجيا. هناك الكثير ليس على المستوى السياسي فقط، ولكن بين الشركات في البلدين. حرص الحضور على بحث مستقبل العالم تزامنا مع مؤتمر المناخ المزمع عقده في غلاسغو باسكتلندا خلال أيام. لقاءات هي الأولى بين الطرفين العماني والبريطاني بعد شهور من الإغلاق الإجباري في ظل الجائحة، تثبت متانة العلاقة المتأصلة في التاريخ بين البلدين وأهمية كل طرف للآخر على كافة الأصعدة. علاء دخخني، تلفزيون سلطنة عمان، لندن.